دريد لحام حبينا ناخد من هالفقرة منبر حتى نختبر مع ضيوفنا كيف ممكن يحسوا لو حتم أو فرض عليهم بأنهم يعيشوا بقية حياتهم لا قدر الله وهن فاقدين حاسة النظر أو البصر. لذلك أنا وأنت رح ننتقل إلى الغرفة المظلمة، لا أنت رح تنتقل إلى الغرفة المظلمة ورح أطرح عليك بعض الأسئلة والسؤال الأخير يلي عندك دقيقة لتجاوب عليه. تفضل. بس أنت غلطت وقلت أنه يعني فينا ننفذ الغلط، يعني أنت تروح وأنا بضل هون، مش ممكن. أكيد لا. مش حجاد لا. تفضل تفضل لعندي، رح أعملها شي يوم. بحلقة أكيد رح أعملها. هيدي الغرفة رح تكون مضاءة، بقلبها في طاولة دفتر وقلم. من بعد ما تدخل رح أطلب منك بأنه بالغرفة المظلمة بس نقطع الضوء تكتب شو بتحس، شو شعورك بلحظة. تفضل معي. هون في عنا هذا القلم. أوكي. بس ينطفي الضوء رح تكتب شو شعورك، ومن ثم رح تلبس النظارات. أسألك أنا بعد ما أكتب بعض الأسئلة. نعم. وعندما أعطيك 15 ثانية في عنا هذه الساعة الرملية رح أسألك، رح أقول لك أنه رح في إلى ضوء معين بس الضوي بديك برمي وحدة فقط حتى هالساعة الرملية عند انتهائها تحدد مدة الإجابة عن السؤال المطروح. جاهز؟ أوكي. يعني هلأ هاد ما بلبسه؟ هل هيدا لقى؟ آه. بعد شوي بنلبسه هيدا. هلا بس هيدا القلم اول شيء، بس قطع الضوء عنه. او انت بتقول لي امتى ادور هاد؟ نعم. وامتى ادور هاي؟ كله. اوكي يلا. هلا انا رح كله على اللحمسه، كله على برايل. برايل ها. ايوه برايل. بدي اطلب انه نقفل الغرفه، منطفي الضوء كمان، بشير جوا بكاميرته الانفراريد. هلأ جوا منشوف كيف عم بتعتم تماماً، ظلام كلي. نطلب إنفراريد. دوريد لحام أنت بعتمي. يعني أنتوا شايفيني؟ نحن شايفينك والمشاهدين شايفينك. كيف شايفيني ولا مش شايف شيء؟ شايفينك بكاميرا الانفراريد. اوكي. بدي اياك من منطلق انه اذا الانسان فقد حاسه من الحواس الحواس الاخرى تقوى عنده، بدي اياك تفكر لو دوريد لحام عايش كل عمره هيك بالعتمه شو ممكن يكون شعوره. امامك دفتر وقلم، لو سمحت تكتب اللي بتحسه. بس ما بعرف اذا القلم حيكتب، يعني انتوا فيكم تشوفوا. بيكتب القلم ونحن نحن بنشوفك. اوكي. عم يكتب؟ عم يكتب. نعم. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دريد لحام بديك تترك الألم على جنب، ترتدي النظارات. نعم ممتاز. شايفني؟ ايه شايفك ملون. هودي قد ايه؟ 2. ممتاز. بس ما تعمله ما يعني تاني مرة اعطيني 2 كل اصبع من ايد. ايه شكرا، لانه هي تبع هيك الفي يا لطيف شو بنرفعها انه منصورين. دريد لحام. نعم. انا الوطن يلي بتعتبره وطن ثاني بعد سوريا، من أنا؟ لبنان. دريد لحام أنا الجرح
يلي بعده عم ينزف. حروب العرب درد لحام. أنا صرت بدنيا الحق وكتير اشتقت لي. مين أنا؟ مريم ولدتك. درد لحام أنا اللي بدك تقلي هلأ عذراً، بعتذر منك أو بعتذر منك على الملأ. بعتذر أكيد، حتسمعني بالسماء. بعتذر من أمي مريم لأنه ما قدرت وفيها حق علي. دوريد لحام، رح أطرح عليك سؤال. أي في عندك 15. اشلح النظارات أول شيء. وقف للاقي النظارات الثانية قبل. إيه؟ إيه لقيت. رح أطلب لو سمحتوا مضوي الساعة الرملية. شفت الساعة الرملية؟ ما ضويت. لا ما ضويت؟ خاف لحمة سقوم وقعها. ما بتوقع. بدي اطرح عليك سؤال اول شيء. اوكي. عندك كمشت اي البلاستيكة تبعها. لحظة ما تبرمها. بدي اطرح عليك سؤال 15 ثانية لتفكر، ومن ثم بتقلب الساعة الرملية وبتبلش تجاوب. جاهز؟ ان شاء الله. سؤالك هو: من موقعك كفنان عربي سوري، بدي اياك تتوجه بكلمة الى الشعبين اللبناني والسوري اثر كل المجريات يلي شهدناها هالسنة سنة 2005، من موقعك كفنان ومن موقعك كإنسان ومن موقعك كمواطن عربي. بس تكون جاهز، بروم الساعة الرملية وبتبدأ بالإجابة. أنا دايماً جاهز لهذا الموضوع بالتأكيد. يعني نفس الشيء اللي قلته بالبداية، إنه في نحن رحم، ما نخلي الغوغاء تلعب بهذا الرحم وتستعدي هذا على هذا. بكرة الحكومات تتصالح ونطلع نحن برا، فخلينا نحن جوا على طول. مشاهدينا، كان معنا النجم دوريد لحام. دوريد لحام قلبني ورقة ورقة ووجدني أولا يحب اللون الأحمر لأنها تعني الحرية. اللون الأحمر يعني الحرية. شاهد كريكور بالبداية، شاهد في بيتهوفن وسميه طفل التحدي. هتخلوني دوريد لحام تمنى أن تكون مؤسسة اليونيسيف حيادية، استقال لأنها ما كانت هيك واستمر برسالته بخدمة الأطفال بعيداً عن اليونيسف. يفضل شخصية أبو الهنا على غوار الطوشي، بيعتبر بأنه ظلمنا أبو الهنا على حساب غوار الطوشي. يعتبر بأنه ما زال بأول خطوة في طريق القمة. بيتمنى بأنه كان ينشئ مرفق سياحي. أحلى كلمة إطراء بيحب يسمعها: يا رب أو الله يطول بعمرك. ولا يظهر حزنه لأحد ولا بيحبس دمعته. هزيمة 67 جعلته غير متوازن في المرأة، وفي المرأة يقول بأنه حبيبته هي زوجته لغاية اليوم يتغزل فيها. هي بتقله دردر، هو بيقلها حياتي. في المرآة المشوهة رأى العالم العربي من الداخل، وبيعتبر بأنه لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. هيدا هو دوريد لحام، واعترف بالنهاية بأنه الشعب السوري واللبناني من رحم واحد. تفضل دوريد لحام، خليني أنا أجي لعندك. يا أهلا وسهلا. بس اسمح لي بس يعني بشغل زي خليني أقول: هي لا تعمى، لا تعمى، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مشان هيك بسمع بيقولوا: شو أنت أعمى قلب الأبعاد؟ ما بيقولوا أعمى بصر، ثلاث أعمى قواعد، قلبه أعمى، ثلاث أعمى قواعد. لا إيه، سلامتك يا قلبي. شكرا دوريد لحام. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إدي لو سمحت
بسرعه ايدي بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ما بدنا ننطره لدوريد لحام. بدي اياك تمضي كمان هون لو سمحت. شكرا ايدي. في ناس صدورهم مهمية وقلوبهم معمية دوري اللحام. مشان هيك لأنه لو واحد نعمة طالما قلبه مفتح خلص. صح. مشان هيك شوف طه شو أعمل هلا؟ إيه بدك تبصم. طه حسين أبو العلاء المهري. هيك كمان. أيوه. يسلموا حبيبي. بديك تمضي كمان. ايدي بالاسود ولا بالفضه ابنه؟ لا بالفضه. اوكي.